اهلا وسهلا اعزائي الطلبه والطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر وحده في التاريخ عندنا، والدرس اللي هنتكلم عنه النهارده بعنوان الحياه الاجتماعيه. اولا لازم اعرف يعني ايه حياه اجتماعيه. معنى كلمه حياه اجتماعيه هي طبقات المجتمع. تفتكروا المصريين كانوا عايشين مع بعض ازاي زمان؟ علاقتهم ايه ببعض؟ بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ زي ما انت دلوقتي بتتعامل مع جارك اللي جنبك، ما بينكوا علاقات، ممكن العلاقات دي تبقى كويسه او علاقات سيئه، صح؟ هي نفس الفكره. تعال نشوف بقى ايه بعض العادات والتقاليد اللي كان بيعملها المصري القديم، وعنوان الدرس هو الحياه الاجتماعيه. يبقى النهارده عايزين نتعرف على الحياه الاجتماعيه في مصر القديمه. اول حاجه لازم نعرفها الاسره. طبعا الاسره هي اساس اي مجتمع. الاسره هو العامل الرئيسي لقيام اي مجتمع. مفيش مجتمع مفيش اسره، لازم الاسره تبقى هي موجوده. الف الاسره هي نواه المجتمع. يعني ايه نواه؟ هي البذره اللي اسست المجتمع ده كله. الاب والام لما اتجوزوا خلفوا اولاد، هم دول بذره المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الابناء دول هم اللي هيغيروا بعد كده في المجتمع. فعشان كده بنقول الاسره هي النواه الاولى للمجتمع. طيب الاسره عندنا في مصر بتتميز بايه؟ الترابط، الاسره مترابطه مع بعض، كلهم عايشين في بيت واحد، غير يا جماعه الاجانب. يعني مثلا بالنسبه للاجانب تلاقي العيل لما بيكبر شويه بيبدا يسكن في مكان مستقل ليه، يريح نفسه ويروح يعيش في شقه تانية بعيد عن والده ووالدته، وده بالنسبه له عادي جدا. قال لي لا، هنا في مصر محدش فينا بيقدر يعمل كده، وما في اب ولا ام هيسمحوا لعيالهم ان انت تاخد شقه وتروح تعيش لوحدك في مكان مستقل ليك. فهنا ايه اللي بيحصل؟ الاسره عندنا في مصر بتتميز اول حاجه بالترابط، ان هم مترابطين مع بعض، كلهم كانهم شخص واحد. تاني حاجه التعاون، بيساعدوا بعض، بيعاونوا بعض، خلاص. تالت حاجه الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجه. الزوج والزوجه اللي هو الاب والام بيحترموا بعض. دي من المميزات اللي بتميز الاسره المصريه عن غيرها من الاسر. يبقى اول حاجه الترابط، اتنين التعاون، ثلاثه الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجه. طيب تعال نشوف بقى بعد كده مفروض هناخد ايه. بعد كده عايزين نتكلم عن المسكن. المصري القديم او الانسان زمان عرفنا ان هو بنى مسكنه من الطوب اللبن، هو الطينه بتاعت نهر النيل، طمي نهر النيل. طيب والاساس العفش اللي كان موجود عنده كان بيتميز بالبساطه، كان بيعمل حاجات بسيطه. ليه؟ لانه ما كانش عنده الات ايه؟ حديثه. طيب يبقى هنا تميز المسكن بتاع المصري القديم بالبساطه، وكمان كان بيتم بناؤه من الطوب اللبن. طب هنا ناخد سؤال يقول لي بما تفسر؟ اختلف شكل المسكن قديما، يعني البيوت ما كانتش شبه بعض. البيت ده مش شبه البيت ده، مش شبه البيت ده. ايه السبب اللي يخلي البيوت يا جماعه شكلها يختلف؟ قال لي حسب طبقات المجتمع. اكيد طبعا بيت القصر، القصر اللي بيعيش فيه الفرعون اكيد مش هيبقى زي بيت الغني، اكيد مش هيبقى زي بيت الطبقه المتوسطه، اكيد مش هيبقى زي بيت الطبقه الفقيره. ولكن ده عنده بيت وده عنده بيت وده عنده بيت، ولكن اختلاف الطبقات. زي دلوقتي لما بلاقي في اختلاف في المناطق، منطقه زي المعادي غير منطقه زي العرب، غير منطقة زي زهراء المعادي، غير زي دار السلام. كل منطقة مختلفة عن التانية، وكل منطقة فيها طبقة اجتماعية مختلفة عن الطبقة الأخرى. طيب يبقى أنا عندي اختلف شكل المسكن باختلاف طبقات المجتمع. نيجي بعد كده نتكلم عن الأعياد والمناسبات. إيه هي الأعياد والمناسبات اللي كان المصري القديم بيحتفل بيها؟ قال المصري القديم كان بيعملوا اعياد كتير جدا واحتفالات كتير جدا. زي ايه؟ زي عيد التتويج. عيد التتويج ده اليوم اللي الفرعون او الحاكم بيوصل فيه للحكم، بيتوج بالعرش، بيمسك فيه الحكم
ده اسمه عيد التتويج. تاني حاجة عيد الفيضان. يعني ايه عيد فيضان؟ قال لي دوت لما يحصل عملية الفيضان والمية بتغرق الأراضي الزراعية. المصري كان بيحتفل دايما بالعيد ده، بيفرح جدا لما المية بتاعت نهر النيل بتزيد وتغرق الأراضي الزراعية عشان يقدر يزرع. قال لي كمان كان بيحتفل برضو بالحصاد اللي هو جمع المحصول. يبقى من الأعياد اللي كانت موجودة عندهم عيد التتويج، عيد الفيضان، وعيد الحصاد. دي الأعياد اللي كانت موجودة عند المصري القديم. هنا بقى ناخد سؤال بما تفسر. بيأتي العديد من السياح، في سياح كتير جدا يجوا من كل حتة في العالم لمصر وأسوان، بالذات منطقة النوبة في أسوان. اشمعنى؟ قال لي يا جماعة لأن في مصر في منطقة أسوان بيحصل حاجة غريبة جدا. إيه هي؟ في هناك معبد بناه الملك رمسيس الثاني. طبعا احنا خدنا الملك رمسيس الثاني في عصر الدولة الحديثة. الملك رمسيس الثاني بنى معبد أبو سمبل. المعبد ده بيتميز بإيه؟ أشعة الشمس بتسقط على المعبد ده بشكل عمودي، وبتنزل على وجه تمثال الملك رمسيس. الأشعة بتاعت الشمس بتنزل على وش الملك رمسيس الثاني، على وش التمثال بتاعه مرتين بس في السنة. المرتين دول أول مرة فيهم، أول يوم فيهم هو يوم توليه الحكم، اليوم اللي مسك فيه الحكم. يعني اليوم اللي هو وصل فيه للحكم الشمس بتيجي على إيه؟ على وجهه. طب وأني يوم تاني؟ ويوم ميلاده، واليوم اللي هو اتولد فيه. فده طبعا يدل على عظمة مصر القديم وتقدمه في مجال العمارة مثلا، مجال الفلك، انه قدر يحدد ان في اليوم ده، اليوم اللي اتولد فيه الملك او اليوم اللي مسك فيه الحكم، اشعة الشمس بتبقى عمودية نازلة خط مستقيم على المكان ده. فبنى المعبد بتاع الملك رمسيس اللي هو معبد ابو سمبل في المكان ده. يبقى لما يجي يقول لي السياح بيجوا من كل حته سنويا الى اسوان، هقول له عشان يحتفلوا ويشاهدوا تعامد الشمس، ان الشمس بتنزل على وجه الملك رمسيس الثاني خلاص في معبد ابو ايه؟ سمبل. يوم ميلاده ويوم وصوله الى الحكم. وده طبعا بيدل على التقدم المصري في مجال الفلك والعلوم والهندسه. طيب نيجي بعد كده بقى نتكلم عن الملبس والزينه والرياضه. ايه الملابس اللي كان بيلبسها؟ قلنا ان المصري القديم كان بيتزين وكانوا بيلبسوا الحليه او بيصنعوا الحليه من الذهب. طيب قال لي كمان كانوا بيمارسوا العديد من الالعاب الايه؟ الرياضيه. طيب نيجي بعد كده بالنسبه للمراه. المراه بقى مالها المراه؟ قال لي المراه شاركت في المجتمع وكان لها دور مهم جدا في المجتمع. زي ايه؟ قال لي كان للمرأة الحق. طبعا المرأة ظهر دورها كأم وكملكة، في بعض الأوقات وصلت للملك زي الملكة حتشبسوت. قال لي بعض الأوقات كانت أم مثالية زي الأم اللي هي الملكة ياحتن. طيب نيجي بعد كده يا جماعة، قال لي مصر أول دولة في العالم تحط قانون لتنظم بيه علاقة المرأة داخل المجتمع. حتى ايام الفراعنه مصر كانت حاطه قوانين بتنظم بيها حياه المراه، بتدي المراه حقوقها. طيب كانت المراه كمان بتشتغل في ايه؟ قال لي في مجالات كتير، في شغلانات كتير جدا. زي ايه بقى؟ قال لي زي الزراعه، الكتابه، الطب، القضاء. قال لي كمان والمراه كانت بتساعد الزوج في بعض الاعمال اذا طلب منها الزوج ذلك. يعني لو زوجها طلب منها ان هي تساعده فتبدا المراه بمساعده زوجها. زي ايه؟ قال لي زي الغزل والنسيج خلاص والكتان. ماشي، دي كده عرفنا دور المراه. تعال نشوف بقى شخصيات بارزه او ظاهره في المجتمع المصري القديم. انا عندي مثلا المراه ظهرت كأم. زي مين؟ قال لي زي الملكه رياحتو اللي ضحت بابنائها وزوجها من اجل ايه؟ برافو عليك، تحرير مصر من الهكسوس خلاص. طيب الموقف ده بيدل على ايه؟ الولاء والانتماء
وطبعا شعورها بالمسؤوليه. نيجي بعد كده ظهرت كملكه زي الملكه حتشبسوت اللي مسكت مصر في عصر الدوله الحديثه. عصرها تميز بالامن والاستقرار، البلد تقدمت في كل المجالات المختلفه قال كمان، وده يدل على عظمه وبراعه الملكه حتشبسوت. وبكده يبقى احنا انتهينا من درس الحياه الاجتماعيه، والى اللقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.